نحن هلأ موجودين بجامعة اليرموك، الجامعة اللي تسمت على اسم معركة اليرموك اللي كانت بقيادة خالد بن الوليد. هالمعركة حصلت ب15 للهجري. خلينا نشوف معلومات الطلاب وكيف معرفتهم عن هالمعركة. مرحبا، يعطيك العافية. تعرفنا عن اسمك؟ أشرف العساف. أشرف، نحن هلأ بجامعة اليرموك. حسب علمك ليه تسمت هالجامعة بهذا الاسم؟ جامعة اليرموك تسمت بهذا الاسم بناء على المعركة، معركة اليرموك. أنا بعرف تأسيس الجامعة كان 1975 بإرادة ملكية. هذا شاب قاعد لحاله وأكيد عم بيفكر بمعركة اليرموك، وإحنا إيش عم نسألكم؟ مرحبا، بصير أقعد جنبك؟ طبعا. كيفك؟ عرفني عن حالك. أحمد الفهار. أحمد، تحكي لي أول إشي ليش تسمت هالجامعة بهذا الاسم؟ اليرموك؟ بالنسبة لنهر اليرموك أعتقد. نهر اليرموك إيش في معركة؟ كمان معركة اليرموك أعتقد. طيب إيش بتعرف عن معركة اليرموك؟ هل يخفى القمر عن اليرموك؟ طب أوكي، بدي أسألك، بتعرف ليش سميت الجامعة بهذا الاسم؟ ممكن نسبة لمعركة اليرموك، وكونها معركة اليرموك حصلت هون خاصة هون منطقة الشمال بني كنانة. طيب بتعرفي متى حصلت المعركة؟ يعني يمكن اسألي محرجة. هلأ معقول هذا الشاب عنده معلومات ولا لا؟ أيمن معقول عنده معلومات؟ تعال شوف. يلا يلا بسرعة. تعرفني عن حالك؟ زين العابدين. زين العابدين، اسمك كتير حلو على فكرة. أوكي زين، تحكي لي إنه أول شيء عن اسم هاي الجامعة، جامعة اليرموك، ليش تسمت بها الاسم؟ ذكرى معركة اليرموك على ما أعتقد يعني إن شاء الله. طيب تحكي لي، بتعرف إيش بتعرف عن معركة اليرموك؟ أي سنة صارت؟ والله أعتقد إنه معركة اليرموك بالسبعين، بس مش عارف متى يعني معركة اليرموك. بالسبعين؟ لا مش بالسبعين، هاي أيام خالد بن الوليد. مرحبا. هلا. كيفكم؟ هلا. شو أخباركم؟ تمام؟ الحمد لله. أستاذ أحمد، بدي أسألك ليش تسمت هالجامعة بهذا الاسم؟ تيمنا بنهر اليرموك ومعركة اليرموك. هي معركة صارت بين المسلمين والصليبيين، الروم، الرومان بتلك الفترة. معركة اليرموك يعني معركة خالدة على ضفاف نهر الأردن، وفاز فيها أو انتصر فيها المسلمين بقيادة خالد بن الوليد. من أيام معركة اليرموك أنهم حبوا يعملوا إشي يسموا اسم جامعة باسم معركة اليرموك يعني. اليرموك واحدة من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، حيث كانت البوابة التي انطلقت منها جيوش الفتح من جزيرة العرب إلى بلاد الشام لنشر الدعوة الإسلامية وتحريرها من سيطرة الروم الذين كانوا يبسطون سيطرتهم عليها. تولى الإعداد للمعركة الحاسمة في تاريخنا القائد الفذ خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وخلال المعركة أصدر الخليفة عمر بن الخطاب قراراً بعزل خالد عن قيادة الجيوش وتولية أبي عبيدة عامر بن الجراح قيادة المعركة، فانصاع خالد لقراره ولم يجادل، وقال قولته المشهورة: أنا لا أقاتل من أجل عمر. أسفرت أحداث المعركة عن نصر مؤازر للجيش الإسلامي وهزيمة منكرة لقوات الروم، فواصل العرب المسلمون زحفهم إلى دمشق وسائر بلاد الشام، وانكفى الروم إلى بلادهم مهزومين، فكان قائد الروم قد بكى الشام مودعا بقوله: وداعا لا لقاء بعده يا دمشق. أخذت المعركة اسمها من الموقع الذي دارت فيه رحاها، وهو نهر اليرموك، حيث سيظل هذا النهر شاهداً على واحدة من معارك البطولة الظافرة والتاريخ المجيد لأمتنا.